معي للحديث عن الفن والجمال وما أثاره كتابه الجديد الجمال المضاد الكاتب والناقد التشكيلي الكبير الأستاذ سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضاري سابقا. الكاتب والناقد الكبير سمير غريب ابن منفلوط بصعيد مصر، جاء من عالم الصحافة في مؤسسة الأخبار إلى عالم الأدب والفن والنقد التشكيلي. حصل على دبلوم المعهد الدولي للصحافة بباريس وعلى دبلوم معهد بودابست للصحافة. عمل عام 1987 مستشاراً صحفياً لوزير الثقافة ثم مديراً لصندوق التنمية الثقافية حتى عام 1999، وبعدها رئيساً لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية حتى عام 2002. ومن 2002 حتى 2004 تم اختياره عضواً بالمجمع العلمي المصري ورئيساً للأكاديمية المصرية للفنون بروما ومستشاراً ثقافياً بالسفارة المصرية في إيطاليا. وفي أغسطس عام 2004 تم تعيين الأستاذ سمير غريب كأول رئيس لمجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. وللأستاذ سمير غريب العديد من المؤلفات حول المدارس الفنية والجمال والفن التشكيلي، منها السريالية في مصر، راية الخيال، نقوش على زمن، صفحات من تاريخ الفن التشكيلي، في تأريخ الفنون الجميلة، الهجرة المستحيلة، كتاب الفن، حيوية مصر، من كتابات زمن الحرية، خلود المحبة، معارك العمران. وكان أحدث كتبه بمعرض الكتاب هذا العام عن الجمال المضاد.